أحسن الله إليكم. يقول السائل الذي أرسل بسؤال: شكر النعم كيف يكون وكيف يتحقق الشكر؟ شكر النعم واجب، والشكر يكون له ثلاثة أركان: تحدث بها ظاهرا وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا في القلب بأن يعتقد أنها من الله لا بحوله ولا بقوته، ولا يكفي الشكر باللسان. والركن الثالث أن يصرفها في طاعة الله، أن يصرف النعمة في طاعة الله وفي المباحات وفي منافعه المباحة، ولا يصرفها في معاصي الله عز وجل وفي الإسراف والتبذير واللعب بالأموال. فإذا فعل ذلك فإنه ليس شاكرا لنعمة الله عز وجل. نعم.